يعطيك العافية أستاذ. أهلين هنادي، خير؟ اللجنة اكتملت أستاذ. أنو لجنة؟ لجنة تفعيل دور القطاع العام. أيوة تذكرت، كان رايح عن بالي، وينهم هلا؟ منتظرين حضرتك بقاعة الاجتماع. ماشي الحال. يا ترى في عندي اجتماع لجان غير هاللجنة اليوم؟ اليوم في عندكم اجتماع لجنة تطوير الأداء في إدارات ومؤسسات الدولة. وغيره؟ في عندي اجتماعات تانية؟ المساء في عندكم اجتماع للجنة دراسة الوضع الاقتصادي الراهن في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية. ولك أخ يا هنادي أخ. سلامتك من الأخ يا أستاذ. صدقيني يا هنادي، عفن قلبي من الاجتماعات واللجان، وأريضة وأريضة إن شاء الله تعرض اللجان والاجتماعات. بتعرفي رئيس كم لجنة أنا؟ على حد علمي 7 لجان، مو هيك أستاذ؟ لا، وأنت صادقة 8. وفوق هالشي القيادة مرشحتني حتى استلم لجنة تفعيل التصدير، ولجنة ترشيد الاستيراد، ولجنة ضغط النفقات، يعني إذا عديتهم بيصيروا كلياتهم 4 11 لجنة. الله يعطيك العافية يا أستاذ ويقويك، وهالشي بدل على ثقة القيادة فيكم وبخبرتكم. هو كلامك صحيح، ما بقول لا، بس كمان المثل بيقول لك إذا صاحبك عسل لا تلحسه كله، يعني بمعنى آخر كان حاجتي 8 لجان، 8 لجان حاجة. مو حاجة؟ بجوز، بس انتو قد أستاذ، وأنا واثقة تماماً إنه باستطاعتكم ترأسوا أكثر من 50 لجنة دفعة واحدة، وتحضروا أكثر من 100 اجتماع بالأسبوع، وتديروا العمل بهاللجان مثل ما بتديروا الحجار برقعة الشطرنج. يا ستي الله يقدرنا على هالحمل، لأنه بصراحة الحمل اللي حامله على كتافي، أي والله جبال ما بتحمله. بس معليش، بالنهاية كل شي بهون في سبيل المصلحة العامة. مظبوط استاذ. امتى بتحبوا تحضروا الاجتماع؟ هلا فورا، خير والبر عاجله. وينك؟ الله يرضى عليكي، هاتي المصنف تبع لجنه تفعيل القطاع العام اذا تريدي. حاضر استاذ. شو ثقيل كثير. خلي بشير أو شاكر يساعدوكي. لا ولا يهمك أستاذ، بنت على حالي، تفضل. لا لأنه عمول خطي حرام، بنت على حالي. طبعاً مثل ما بتعرفوا يا شباب، في توجيهات من القيادة بضرورة تفعيل دور القطاع العام وتنشيطه. يا أخي القيادة العامة معها حق، القطاع العام لازم يتنشط يا أخي، ما بصير يضل بأرضه. شو هالحكي؟ هيك التوجيهات بتنص؟ القطاع العام قطاعنا ومن أهم المكاسب يلي بكينا لعمينا ومشينا لحفينا حتى قدرنا نحصل عليها، ومن الضرورة بمكان إنه نحافظ على هالمكاسب هاي لأنها أمانة بأعناقنا. عم تسجلي؟ طبعا أستاذ. عظيم جدا. نحن بالسابق يا شباب طرحنا شعار يا معاملنا دوري دوري، وبالفعل استجابت ودارت معاملنا بسواعد عمالنا وما كذبت خبر وطرحت انتاجها بالسوق. يعني فكركم نغير الشعار استاذ؟ شلون بدنا نغيره يعني؟ هذا شعار رائد ما بتغير وصار من تراث النضالي. ولا تنسى ان اولادنا فتحوا عيونهم هن عم يسمعوا شعار يا معاملنا دوري دوري. بقى شلون بنغيره هلا؟ هو للحقيقه والتاريخ هالشعار المهم كان شعار رائد وعظيم بوقته بمرحلته، بس هلأ خلاص استنفز أغراضه يا أخي وما عاد يناسب هالمرحلة أبدا، ونحن بالتالي مو لازم نكون مثل النعامة يلي عم تخبي راسها بالرمل بينما أفاها باين للناس. بالعكس لازم نواجه الواقع بجرأة وموضوعية ونحط إيدنا على الغلط مباشرة. يعني أستاذ فكركم أنه الغلط بالشعار وبس؟ لا طبعا مو بس بالشعار، بس نحن لازم أول شيء نتفق على شعار جديد لامع يقدر يواكب هالمرحلة، وما علينا وقتها إلا أنه نشتغل من وحي هذا الشعار، لأنه مثل ما بتعرفوا نحن ما فينا نشتغل أبداً بلا شعار. بلا شعار إيه منضيع بعدين بدون ما حدا يسمي علينا، مزبوط ولا لا؟ جاوبوني. معك حق أستاذ، مزبوط. طيب شو رأيكم أستاذ نشكل لجنة تقدم لنا اقتراحاتها حول موضوع الشعار المرحلي الجديد؟ ما بدها لجان المسألة يا أخي، ما بدها لجان. شو كل شغلة بتطلع بوشنا بدنا نشكل لجنة؟ حاجتنا لجان بقى وأريضة تعرضنا. والله اللجان لجنان وحدة بوحدة. على كل حال أنا لقيت الشعار المناسب
لقيت شعار بيجمع بين القديم والجديد، يعني من جهة بيحافظ على فلكلورنا النضالي وتراثنا الكفاحي، ومن جهة تانية بيعطي عنوان للمرحلة الجديدة، مرحلة التوثب والقفز فوق الحواجز وحرق المراحل واختصار الزمن. عفوا أستاذ، ممكن نعرف الشعار؟ إيه طبعا، الشعار الجديد يا جماعة هو يا معاملنا دوري دوري ويا أسواقنا غبي غبي، يعني لحقي تصريف. بقى شو رأيكم؟ بالفعل يا أستاذ، بالفعل هذا الشعار عملي جدا وبيواكب متطلبات المرحلة. عظيم جدا، يلي موافق على الشعار يرفع ايده لو سمحتوا. عظيم جدا. أنسة هناتي لو سمحتي سبت الشعار. حاضر أستاذ. و يا جماعة، أنا هلأ رح أنهي الاجتماع، خاصة أنه اليوم أنجزنا مرحلة كتير عظيمة بتطوير قطاع العام وتفعيله، ألا وهي اختيار الشعار. بسيطة، إمتى موعد الاجتماع الجاي؟ 3 الساعة 12. عظيم جدا، من أجل اجتماعنا للثلاثة الساعة 12. السلام عليكم، يعطيكم العافية. الله معك أستاذ. يعطيك العافية أستاذ. أهلين، الله يعافيكي. أعضاء اللجنة وصلوا أستاذ. يعني اكتمل النصاب؟ اكتمل. ماشي الحال، انتعي هالمصنف والحقيني. طبعا يا جماعة، أهم شيء إنه نخلي القطاع العام قادر على منافسة القطاع الخاص، ولازم نطرح على أنفسنا أسئلة صعبة ومحرجة. يعني مثلا لازم نعرف ليش محارمنا خشنة مثل ورق الإزاز ومحارم القطاع الخاص أنعم من محارمنا؟ ليش المربى والخشاف تبع القطاع الخاص أطيب من خشافنا؟ ليش صابون القطاع الخاص بيرغي أكثر من صابوننا؟ ليش سائل الجلي تبع القطاع الخاص بيقشط الزفر عن الجلي أكثر من سوائلنا؟ ليش علكة القطاع الخاص بتنفخ بولين بالتم وبالطقطق أكثر من علكتنا؟ ليش فوة الأطفال يا سيدي وغير الأطفال بتغب وبتنشف أكثر من فوتنا؟ وليش صبابية القطاع الخاص أمكن من صبابيتنا؟ يا أخي، أسئلة مهمة كتير ولازم نطرحها على أنفسنا حتى نلاقي لها الأجوبة. بالفعل أسئلة جوهرية كتير أستاذ. وبالإضافة لهالشي لازم نعرف كمان ليش المجمعات والمؤسسات الاستهلاكية ما عم تشتغل؟ ليش؟ سؤال بيطرح نفسه، مع أنه مواقعها حساسة بالأسواق، يعني مثل ما بتعرفوا ما في بناء مقدر وعليه القيمة إلا للقطاع العام، ابتداء من مكاتب المسؤولين وانتهاء بالمؤسسات والوزارات والمعاهد. بعدين ليش فنادقنا ما فيها زباين نزلاء؟ ليش انتاج معاملنا مكدس بالمستودعات؟ ليش منشآتنا السياحية عم تصفر صفر؟ أسئلة عديدة لازم تنطرح ولازم يلتقى لأجوبة وحلول. على كل حال، نحن بالوقت الراهن طرحنا شعار يا معاملنا دوري دوري ويا أسواقنا غبي غبي، ولازم نسعى بجهد حثيث حتى نجسد الشعار على أرض الواقع. طيب شو توجيهاتكم أستاذ؟ التوجيهات هي أنه لازم ندرس كل شيء على أرض الواقع. يعني مثلا أنا بقترح نقسم هالمهمات بين بعضنا، مثلا ناس بتروح على معامل الصابون، ناس على معامل العلكة، ناس على الفنادق والأوتيلات، ناس على معامل الكونسر وهكذا. وبس نجمع المعلومات اللازمة نجتمع كلياتنا مع بعض اجتماع حميمي ومنناقش ومنحط الحلول المناسبة. بقى ما بعرف شو رأيكم. شو رأيكم؟ عظيم جدا، عظيم كتير، ممتاز. أصبح خلينا هلأ نقسم المهام بيناتنا،
مين بحب منكم يروح على مؤسسة الصابون؟ أنا أستاذ. عظيم، سجل الأسماء عندك أنسة هنادي. حاضر أستاذ. وبالمناسبة أنا من جهتي رح استلم فنادق القطاع العام بنفسي، ورح ساهم بالتفعيل وشد المفاصل وعص البراغي والإغارة على مواقع الخلل. إيه لكن؟ يعطيك العافية يا آنسة. أهلين. وين مكتب المدير لو سمحتي؟ أنا المدير. المدير عام الفندق. ليش مين حضرتك؟ أنا نعيم جرجورة، رئيس لجنة ال... يا أهلين أستاذ، أهلا وسهلا. عدم المؤاخذة بس صدقني ما عرفتك بالأول. لحظة لو أمرت. ألو أستاذ غسان؟ وصل الأستاذ نعيم رئيس اللجنة. إيه على عيني فورا. تفضل أستاذ، المدير العام بانتظاركم. قلتي لي كم مدير في بالأوتيل؟ في عنا المدير العام، المدير الإداري، مديرة العلاقات العامة، مدير العمل ومدير التشريفات والاستقبال. لكن طلبي لي إياهم كلهم لاجتماع عاجل بمكتب المدير العام. حاضر أستاذ فورا. وين غرفة المدير؟ آخر غرفة على اليمين. إلا ما بصير منوب يا أخي، الحركة بالفندق لازمها تفعيل، لأنه بصراحة أمور الفندق ما بتسر لا عدو ولا صديق. بس أستاذ يعني معقولة فندق مثل هاد، مثل فندق النهضة يلي شهد أهم الاجتماعات والمؤتمرات السياسية والوطنية بعد الاستقلال وكان له دور فاعل بالحياة السياسية، يوصل لهالمستوى هاد؟ معقول؟ تفضل يا سيدي، تفضل شوف، اقرأ بعينك. 60 نزيل بالشهر، يعني بمعدل نزيلين باليوم. معنات هالحكي انه الفندق عم يشتغل ب10% بس من طاقته، مع انه في موظفين 200% من نصابه. صحيح استاذ، بس لا تنسى انه هالركود صاير وين ما كان، مو بس باوتيل النهضه. لا استاذ غسان لا تغلط، اسمح لي، فنادق القطاع الخاص شغاله مثل الليره، وبلدنا ما شاء الله بلد سياحي عم يستقطب السياح من جميع انحاء العالم. والسؤال اللي محيرني، ليش فنادق القطاع العام ما عم تشتغل؟ ليش؟ شو السبب؟ استاذ بتصور ان السبب واضح؟ شلون بقى السبب واضح؟ ممكن اعرفه؟ يا استاذ ببساطة، لانه فنادق القطاع الخاص فيه عوامل جذب سياحي ما متوفرة عنا. شلون يعني؟ يعني السائح بفنادق القطاع الخاص شو ما بيطلب بيلاقي. مثل شو يعني؟ يعني مثلا فنادق القطاع الخاص بتعتمد بشكل رئيسي على برامج فنية غنية، يعني فيها رقصات، مقاصف لهو، ديسكو، غني، طرب، هيك شي يعني. لا لا يا مدام، شو عم تحكي انتي؟ يكون بمعلومه كل شيء الا هاد. نحن فندقنا والحمد لله ملتزم، فندق له استراتيجيه واضحه ما بصير يحيد عنها قيد شعره. بس يا استاذ نعيم، السياح ما بده فنادق ملتزمه. ولك شو عم تحكوا انتوا؟ شو عم تحكوا؟ شو شنيتوا؟ يعني معقوله فندق النهضه يلي شهد المؤتمر التاسيسي الاول لجمعيه النضال والتحرر والمؤتمر الاستثنائي العاشر لحركات النهضه العربيه بالاضافه لتوقيع المعاهدات وابرام المواثيق نحط فيه رقصات وصاله ديسكو كمان؟ لا هذا شيء مو معقول ابدا. عفوا استاذ، نحن اذا ما عملنا هيك رح نضل مكانك راوح، لازم نطريه شوي، الموضوع بده شوي تنازلات. يا اخي ما اختلفنا، تنازلات على عيني وراسي، ونحن مستعدين للتنازلات كمان، بس مو انه نتنازل عن النهج العام تبعنا والمنطلقات. يعني اسمحوا لي يا جماعه، كل شيء الا المنطلقات. عفوا استاذ، هذا الاجراء ما بيمس ابدا لا بالمنهج ولا بالمنطلقات، بالعكس هذا بيتماشى مع الشعار المطروح حاليا، يا ما عاملنا دوري دوري ويا سواقنا غبي غبي. يعني مثل ما بتعرفوا حضرتكم، السياحه سوق والسياح زباين، ونحن المفروض نستقطب هالزبائن لعنا قبل ما يستقطبها القطاع الخاص. ما بعرف يا جماعه،
لأنه الحقيقة نحن في عنا شعار نعم للجد والالتزام، لا للهزل والابتسام، وهالشعار ما منقدر نتخلى عنه. يعني مثل مو شايفين الموضوع معقد شوي، بس رغم كل ذلك خلاص خلاص مثل ما بتريدوا، مو مشكلة إذا كنتوا هيك رايدين ما في مانع، بس على شرطها تشكلوا لي لجنة لاختيار البرنامج الفني، مو تجيبوا لي هيك برامج حشت نشت، ولازم يكون البرنامج يعني ملتزم نوعا ما، والراقصات المفروض يكونوا محتشمات قدر الإمكان، يعني مو يلبسوا لباس شرعي، لا بس الحشمة مطلوبة. ولا يهمك أستاذ، ولو هالشغلة محلولة، بس أستاذ لسه في عقبة تانية قدامنا غير الرقصات؟ اي نعم أستاذ. شو هي بقى؟ في عندك مسألة الكوميسيون، يعني النزلاء أو الزبائن ما بيجوا على الأوتيل لحالهم يا أستاذ. لكن كيف بيجوا؟ على الأغلب عن طريق شوفيريت التكاسي اللي بتواجدوا بالمطار وبمراكز تجمعات باصات البولمان. ايه يعني يا أستاذ بصراحة إذا ما كشكشنا لجوفير التاكسي عن كل زبون بيجيبه ما بيعود بيتعامل معنا أبدا. ليش القطاع الخاص عم يكشكش؟ طبعا يا أستاذ، وبصراحة يا أستاذ هذا العرف سائد عند كل الناس اللي بيشتغلوا بالقطاع السياحي. ها يعني بدكم القطاع العام يدفع كوميسيون؟ هيك المفروض. إيه لا اسمحوني، هيك صارت المسألة الأوفر كتير، لأنكم مثل ما بتعرفوا جميعا نحن من زمان طرحين شعار لا للوسطاء لا للسماسرة، بقى شلون بدكم يانا هلأ نتخلى عن هالشعار هاد؟ شلون؟ بس مثل مو لكل قاعدة استثناء ولكل قانون مفاخيت ومزاريب، لازم أيضا يكون لكل شعار استثناء. ولك شو عم تحكي أنت؟ شو عم تحكي؟ بكل شيء في استثناءات إلا بالشعارات. عفوا أستاذ، إذا بدكم هالفندق يشتغل ويجيب أرباح لابد من دفع كومسيونات. لابد؟ لابد. طيب ماشي الحال، مو مشكلة تصطفلوا ادفعوا كومسيونات، بس وينك أستاذ غسان؟ على شرط تحطوا ليها تحت بند النفقات المستورة، يعني مو شرط تتسجل بالميزانية هيك باسمها، لأنها شغلة معيبة بحقنا. ولا يهم أستاذ، هالشغلة محلولة اترك علي. ماشي الحال، لسه في عندكم شيء اقتراحات تانية أو مفاصل أخرى لدفع العمل وتطوير الأداء بالفندق؟ بالوقت الحالي ما في شيء نهائيا. ماشي الحال، يعطيكم العافية. وين رايح أستاذ؟ بدنا نتغدى سوا. لا لا معليش ما في داعي، يا ريت تعذروني لأنه لسه في عندي جولات تانية بفنادق أخرى. ما بصير هيك أستاذ، الغداء صار جاهز بالمطعم. والله ما بعرف شو بدي لكم، يعني هو المفروض يكون في ضغط بالنفقات لأنه في عنا شعار بيقول. الله يسامحك يا أستاذ، ضغط نفقات عليك أنت. إيه شرفه أستاذ شرفه. والله ما بعرف، بخاف كون عم خون الشعارات. إيه تفضل أستاذ تفضل. تفضلوا يا جماعة تفضلوا. إيه شو ناوي تتغدى اليوم؟ والله بجوز اليوم أتغدى برا كمان؟ لك يا حبيبتي شو بدي ساوي؟ هي طبيعة شغلي. هلأ طبيعة شغلك تتغدى كل يوم مطعم تتعشى كل يوم بأوتيل؟ والله هي سمعة يا حبيبتي أنا. فهمني أنت شو؟ تعرف أنه صار لك 10 أيام لا تغديت ولا تعشيت بالبيت؟ يعني من يوم اللي استلمت لي هاي اللجنة الأخرانية ما عدنا شفنا وشك. طيب شو بدي ساوي يعني؟ القيادة حاطة حمل كبير على كتفي ومعتمدة علي، بقى بقدر أصير أنا؟ هلأ بالقيادة قالوا لك روح تغدى وتعشى كل يوم محل شكل؟ يا ريما هذا نوع من بروتوكول الشغل ومجاملاته، يعني مو معقول يفوت على مطعم أو فندق تابع للقطاع العام قطاعنا مشان ندرس أسباب الركود تبعه وما نتغدى مع الشباب الطيبة هنيك، مو حلوة بحقي. شو بدك ياهم يقولوا عني؟ بخيل؟ طيب وأنا؟ شو بكي أنتي؟ بدي ضل كل يوم هيك بالبيت لحالي قاعدة عم تصفن بالحيطان؟ هو المشكلة إني ما بقدر أتحشك بشي لجنة تتفتح علي العيون بعدين. هلا انا قلت لك بدي اندحش بشي لجنه، ليك والتاني شلون عم يحكي؟ يا سيدي تركنا لك اللجان لك تتهنى فيها. لكن شو بدك انت؟ فهميني. بدي اياك تاخذني معك على شي سهره او شي غدا، اي والله رح يطبق صدري من القعده بالبيت. اي بسيطه، مو مشكله محلوله، اذا كان هاد وجعك فهالشغله مقدور عليها، ولا يهمك حبيبتي، كلي كلي. استاذ باختصار انا قمت بجوله اطلاعيه على معامل الكونسيروا ودرست واقعها، ومن هالمنطلق بقدر بقول اني حطيت ايدي على الوجع. عظيم كتير، وشو هالوجع بقى؟ سيدي اولا
ضعف الرواتب والأجور والحوافز، يعني العمال والموظفين ما عم يهمهم أبداً رفع إنتاجية المعمل، والكل عم يشتغل هيك رفع عتب، وعم يقولوا إنه الجهد اللي عم يبذلوه ما بيوازي الراتب اللي عم يتقاضوه. بقى لهالسبب إذا اشتغل المعمل ولا 60 عمره ما اشتغل ما بيهمهم. أوف 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 أوف، شو الحكي اللي عم بسمعه لهالدرجة؟ هذا الشيء اللي لمسته بنفسي أستاذ. إلا تأخذني بهالكلمة، هي اسمها روح انهزامية ونوايا تخريبية وعدم شعور بالمسؤولية كمان. العمل لهم مستطلعهم يخرب بيتهم وبيت بيتهم. قسما بالله يا أخوان، هالتصرف الشاذ هاد بيشبه الخيانة العظمى. ويكون بمعلوم الجميع إنه يلي بده يشتغل مشان المصاري رح تنظر له القيادة نظرة استدراء واشمئزاز، لأنه العمل واجب مقدس على كل مواطن بغض النظر عن التعويض المالي. العمى بقلبهم العمى، كأنه معاملنا صارت تكية من تقايا السلطان. على كل حال أنا رح أعمل محاضرات ورح أطبعها ووزعها مجانا للتوعية وإيقاظ الروح الوطنية والتضحية. غيره سيدي كمان لاحظت أنه في انعدام للرقابة وتقصير بالمتابعة، بحيث أصبح العمال والموظفين كل مين إيده له. اسمعي يا هنادي شلون بيحكي. اسمعني، يعني انت بتلاقيها حلوه نحط مراقبين على الناس؟ يعني كانه عم نقول لهم انتم ذمتكم واسعه وما بتعرفوا تشتغلوا وما الناس ثقه فيكم. بعدين يا اخي ليش بالمراقبه؟ يعني ما بتعرف انه من راقب الناس ما تهمه؟ بقى اترك الناس، اترك الناس بحال الله يرضى عليك، وما في داعي توقف فوق راسهم مثل غيمه شباط، يصطفلوا هن وضميرهم. شو رايك انسه هنادي؟ مزبوط، الله يقويك استاذ. عفوا، كمان لاحظت انه في ترهل وظيفي فوق حاجة العمل، وبصراحة صار المعمل مثل سوق الحميدية او سوق الهال، ناس فايتة وناس طالعة وما بتعرف شو اشغالهم بالضبط. هو بجوز يكون كلامك صحيح، بس لا تنسى انه التسريح بالدولة ممنوع يا اخي. ويا سيدي على فرض صرحنا الفائض من العمال والموظفين، صرحناهم تسريح تعسفي، ابي هالحالة بنكون عم نساهم بتفاقم ازمة البطالة، ورح نلحش هالخلق كلياتهم على الرصيف ورح يصيروا عالي على المجتمع. هي من جهة. من جهة تانية منكون عم ندير ظهرنا عامدين متعمدين لتوصيات ورغبات وتليفونات المسؤولين يلي بدهم يبيضوا وش ويعينوا أصدقائهم ومحاسيبهم ولاد ضيعتهم. وبين وبينها هدول مسؤولين، لك مسؤولين هدول، مو هات إيدك والحقني. يعني كل واحد بظهره أسماء بتخوف يا أخي وبتهز بلد. ومثل ما بتعرف المسؤول له مخصصات لتعيين يلي بيريده، وكل مسؤول حسب موقعه. بقى لا تفتح علينا شباك الهواء الله يرضى عليك، ولا شلون يا هنادي؟ مزبوط استاذ الله يقويك. غيره في عندك ملاحظات ميدانية؟ سيدي كمان في شغلة مهمة عينتها بنفسي، وهي إنه عدد الموظفات كبير كتير بالنسبة لعدد الموظفين. يعني بدك تقول 80% نسوان و 20% رجال. يعني بصراحة في غزو نسائي لمواقع العمل، والنسوان طاحشين طحش وعم ينافسوا الذكور. لا لهون وبس، أنا ما بسمح لك أبداً. ها بقى لا تخبص بالفصة الله يرضى عليك، وزين ألفاظك قبل ما تحكي بيكون أفضل. عفواً، ليش أستاذ؟ يخرب بيتك يا أستاذ، لك شو بدك تعملنا أنت شوشرة ولا بدك النسوان يفزوا علينا؟ العمى على هالجهل المطبخ اللي عندك، ما بتعرف انه نحن من اكبر راس فينا لاصغر راس فينا بدنا رضاه ليرضوه؟ لك واذا فرضنا غضبوا علينا وبدهم يعاقبونا، فيا هل ترى نحن قد عقابهم نحن؟ لك يا اخي خلينا ساكتين بيكون افضل يا اخي، يلا يرضى عليك. لك يا استاذ يا جاهل يا بني بطيخ، مونيكا لوينسكي حطت براسة تشيل اكبر رئيس دولة بالعالم من موقع الرئاسة، وضليت ورا ضليت ورا ضليت ورا حتى هلكته وفتحته وبهدلته وجرشحته بالمحاكم، وكانت راح تجيب اخرته، وهو مثل القط بين ايديها وعلى دخيلك يا مونيكا، لا تشرشحيني يا مونيكا. بقى هيك بدك يصير فينا؟ ولك ان البعوضة تدمي مقلة الاسد، والنسوان آخ من النسوان يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. بقى خليك تقدمي وعصري، وحاجتك بقى تزمت ورجعية يا أخي، حاجتك عفوني، حاجة عفوني بقى. شو رأيك يا هنادي؟
مظبوط. الله يقويك استاذ. غيره انت يا استاذ. تفضل تفضل احكي. استاذ، انا من خلال جولاتي لبواقع القطاع العام اشتكى لي كثير من الموظفين انه هناك في سرقات واختلاسات عم تسيء للقطاع العام. عندك عندك لا تكمل شو لسه ما كفيت كلامي استاذ. إيه معلش معلش لا تكفي، لانه مساله اللهط والشفط وهالتعابير الجديده المعاصره من كتر ما سمعناها تعودنا عليها وصارت جزء من فولكلورنا. فولكلور يلي لازم نحافظ عليه، لانه مثل ما بنعرف جميعا انسكت كثير على الشافطين واللاهطين وعتم على افعالهم وكوفئوا اما بالتطنيش وعدم المساءله واما بالترفيع والتكريم، وهذا على ما يبدو اقرار رسمي غير مباشر بشرعيه تصرفاتهم. صحيح ما في قانون بهذه الشرعيه، بس العرف معه معه بصير قانون. المهم مين عامل جوله ميدانيه؟ انا استاذ. هات ما عندك. شو انطباعك ومطالعتك؟ استاذ، من خلال تجوالي بمعمل فوط الاطفال لاحظت انه هالمنتج دون المستوى. ليش بقى؟ فهمني. لانه بصراحه يا استاذ، يعني بالاضافه للي قاله الزميل، فوط الاطفال هي ما لها حواجز تحجز البلل وتمنع التسرب مثل ما عم يعلنوا بالتلفزيون. اخي بلا تسرب بلا بطيخ بسمير. طمني القطن نظيف؟ هو نظيف استاذ. اصبح شكله لجنه حتى تدرس منع التسلل، قصدي منع التسرب. غيره استاذ، انا رحت لشركه المنظفات والصابون. ايه وشو صار معك؟ اتزحلطت؟ لا، لان الصابون ما عم يرغي، بالاضافه لما قاله بعض الزملاء ان هناك اشياء كثيره. ماشي الحال يا اخي، بعدين بتحكي لي على رواق. المهم هلا انطلاقا من سياسه التغيير يلي انتهجناها وتماشيا مع شعارات المرحله يلي طرحناها، اقدم فندق النهضه على خطوه انفتاحيه مهمه كثير، وقدر ينزل برنامج فني ساهر ضمن نشاطاته، ونحن طبعا مدعوين جميعا لحضور هالبرنامج بكره بالسهره. فيا ريت الكل يتواجد لحتى نقدر نقيم هالتجربه على ارض الواقع. شو رايك يا انسه هنادي؟ الله يقويك استاذ. لك شو بك انت الثانيه؟ فقست بتمك. الله يقويك يا استاذ، شو شايفتيني كل هالقد مهرهر؟ من لدنه وبركات. يسرنا أن نقدم لكم اليوم وسطة غنائية من الفن الملتزم الهادف والمعبر عن تطلعات الجماهير في كل مكان. يحيي هذه الحفلة الفنان الثائر الملتزم فهد الطبشير. الفنانة الصاعدة الموهوبة التزام. We're gonna make it.
أستاذ غسان اسمح لي هنيك على نجاح التجربة الرائدة هي، لأنه نجاح البرنامج الفني يعتبر نجاح للقطاع العام كله. عفواً أستاذ، مين قالك أنه البرنامج نجاح؟ واضح هالشي من كثافة الحضور بالصالة. بس لمعلوماتكم سيدنا، كل يلي كانوا بالصالة مدعوين ومدعوات، وأغلبهم من لجان التطوير والتنوير والتغيير والتعمير، يعني ما في حدا منهم دافع مصاري. شو الحكي؟ وللأسف الشديد خسارة الفندق بهالبرنامج 1.5 مليون ليرة سوري، يعني نحن مضطرين نوقف البرنامج. العمى على هالقصة العمى، لك تنازل عن الشعارات اتنازلنا، تسامح بالمنطلقات تسامحنا، لجان تطوير وتفعيل شكلنا، برنامج فني عملنا، راقصة ملتزمة جبنا وما سفتنا شي، بالعكس كل ما لنا لورا بقى. فهمني يا غسان مشان الله. مو استاذ، ليش القطاع العام عم يمشي؟ ليش الله بعدي اسمه مو طارح البركه فيه ولا بمصاري ولا باهدافه؟ ليش القطاع العام لما بيحط اصبعته بشغله بكركبها بينزعها بتدويد؟ لك قولكم العطل بالفكره ولا بالافراد اللي عم ينفذوها؟